ليش يا مو ليش؟ شو ليش يا مو؟ شو ليش؟ الله وكيلك مو طايق تطلع بوشها، بدك ياني اقعد انا وهي بغرفة وحدة. لك يا مو الله يرضى عليك، برضاي عليك مشان الله، سايرة شوي، سايرة شوي بس لبين ما ابوك يستلم المخترة وبعدين قلعها من البيت هالمقوصة. ماشي. شو مشان فريال؟ شبها فريال ما رح نطلقها. شلون ما رح نطلقها؟ وانتو قايلين للعالم اني بدي طلقها. يا امي قلت بدي طلقها وما رح اوفي بوعدي، وانت قد ما بتقدر اخر طلاقها، ولا تروح لعندهم وطالع صيت انك طلقتها، المهم يتاخر طلاقها. ايوه يعني بدك يعني كذب؟ ايه كذب يا ما كذب، معلشي مشان ما تخسر فريال. والله ما عم بفهم عليك، انت هيك قلتي؟ ايه يا مو، سايرة قد ما بتقدر تقبر قلبي. ماشي مثل ما بدك. يسعد لي مساكي وصباحك وبعض الظهر. اهلين اهلين. والعصر والمغرب، لك يقبرني اللي خلقك على هالحكيات. شو زراف، تسلمي لعيوني. شو قصتك لك سعده؟ صاير لسانك حلو. لسه مبارح انا ما انتبهت، ولا يعني ما انتبهت للوردة الحلوة النشمة اللي رجعت لي. بالله شو؟ لك انت رقتك، رقتك خلتني حس فيكي. سعدو اكل لك شي خطة على راسك وجاني؟ امانة اللي اكل لك شي خطة؟ الله يسامحك، هذا لاني انا بحبك. الله يخلي لي اياك يا حق. اي بعت لك الهنا، صاير كلامك حلو. ايه لك انتي انتي حليتي لي حياتي كلها، خليتي لي حياتي الى معنى. حاجة سعدو، عن جد عن جد عم بتخجلني. لك اشو ما بقول قليل عليكي. قول والله. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا وانستوا، تفضلوا. لك شو هالبيت الحلو لك زمرد؟ الله يحلي ايامك سلوى. مو حلو بس لك بجنن تقبريني. تسلمي لي، تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا. عم مين هدول اللي عند اهله وتسهل فيهم بيتي ومع بيتي؟ والله ما بعرف مين هدول. العمه بقلبها من وراها صار يجينا اشكال والوان على هالبيت، اول مره بشوفهم. يا ميت اهلا وسهلا. شوفوا انا ما رح اعرفكم على درتي، شنو ملقاها مو حلو. اطلع يبعت للاكل اللي بتاكل وشها الهي. هي تسترجي تحكي كل برات الطريق لدق لك ياها قتله بسط البيت تبعها، هي وكل مين بشد على ايدها. بعرفك قويه لك زهره، بعرفك. بس انا مشان هيك جايبتكم. لك مشان شو جايبتينا لك زمرد؟ الا بنت خالي، هلا بتشربكم القهوه وضيفكم فواكه وحلو، قوم واجبكم بحكي لكم شو بدي. يلا قومي نشفرينا، شو في عندك حطي؟ يعني لك شو قويه، قال على عيني وعلى راسي. تسلمي يا زمرد تسلمي، تقبريني ان شاء الله. يبعت لحمة على هالجوازة، كل جوازة احلى من التانية. شوفي العز، شوفي يضرب حظنا. قولتك يضرب هيك حظ. هدول بنات خالي درتي جايين يعملوا لي زيارة. اي اهلين وسهلين. بس انتي ما قلتينا انه عندك قرايبين هون. ليش انا لحقت احكي لك عني شي درتي؟ من لما اجيت على هالبيت على خناق ونقار. خليه على الله، ملانا هالكلام الفاضي واللي بلا طعمه. قومي شوفي شو بدك تضيفيهم لقرايبيني. الحمد لله خير الله كتير وعنا الفواكه والحلو. قومي شوفي شو بدك. اي لك ها لك، بده يكون عنا فواكه وحلو. ابن عمي ابو نصوح الله يخلي لي اياه، بيعرفني بحب الفواكه والحلو. جاي جاي ساعدك، ضرب حماتي. شو قصتها هاي؟ ما بكفيني هون كمان جايبت لي قرايبينا لهون. والله هذا اللي كان ناقصنا، اشكال والوان. مرت عمي والله مني ومنك ما بترك لحالها، فوت بتعرف عليهم. ايه لا ستي ما بدي هيك معرفه بنوت. بس انا قايمه يلا. اهلا وسهلا فيك يا ابو سعدو. اهلين وسهلين فيك.
أنا جاي لعندك بطلب وبتمنى ما تردني خاي. قول شريف. 100 ذهبة تنطح ذهبة إلى. شلون شلون؟ 100 ذهبة رح ناولك ياهو إذا ساويت لي اللي ببالي. وشو اللي ببالك؟ ارجع مختار الحارة مثل ما كنت. يعني عم ترشيني يا أبو سعيد؟ إيه عم برشيك. وبتعرف شو عقوبة الراشي؟ وبعرف كمان شو عقوبة المرتجي. يعني أنا مرتجي؟ قصدي إنه مباري أخذت من كل واحد منا 20 ذهبة ولا نسيان؟ أنا مالي فيك صحتين وهنا. يلي بيهمني إنه أرجع مختار الحارة وتقلي أبو نصور. والحقيقة يعني إيش بدي أقول لك يعني الحقيقة؟ أنا حقيقة هي؟ شو خايف تاخذ مني المصاري ولا خايف من ابو نصوح اللي اكلك اكل؟ انا ما بقدر اللي خلاني. ضحكتني والله. اوراق صارت مكشوفه، خليك على راسك احسن ما ساوي فيك العمايل. وشو بدك تساوي بقى سيدي؟ شو رح ساوي؟ رح اخذ كل اهل الحاره على الحكم داريه يقدموا شكوى ضدك انه انت مرتشي. ما هو من ناحيه انه المبلغ مغري، يعني مغري 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 جدا. ماشي رح ارجع لعندك بكره، بتمنى اخذ موافقتك. ان شاء الله يا رب هيك. انا فكر بالموضوع اخي ابو سعد وان شاء الله بيصير خير. ماشي خاطره. ماشي يا ابو نصوح. ماشي ماشي نفكر فكره لعبه بين ايديك عم تلعب فيه. تعطيني البرابيت وتاخذ الذهبات. شو علي شو علي بلشت وعلى خليك تنسى اسمك والله. شو بدك تساوي لك زمرد؟ بدي جوز ابن خالي على حسابي وراح ادفع له كل شيء من البابوج للطربوش. يو وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ خطي لسه قاعد عزابي خطي. لك يا زمرد ناجي لساته صغير ما خرج جواز، يعني يا دوب هلا صار عمره 20 سنة. شو صغره شو صغره يا سلوى؟ هلا ابوك لما تجوز امك قديش كان عمره؟ 13 سنة وكان صغير. لا اها خلص. وليش هيك عم تعملي معنا زمرد؟ محبة ست زهرة الله يشهد. ولا انا ما بطلع لي ساعتكم بالمصاري تقبريني. يكتر خيرك ويخلينا اياكي شو حنوني علينا. قديش بدك تعطينا زمرد؟ شو بدي اعطيكم؟ المصاري يو شبكي. ايه هلا انا قايمه لكل وحده فيكم ليرتين ذهب. ايه ماشي الحال. شو ست سلوى كنه ما عجبك؟ خليهم هالقليل 5 ذهبات لك زمرد. طيب ماشي بالمره الجايه كل وحده فيكم لها 5 ليرات ذهب. منيح هيك؟ هي خلصنا منها. لشو في شي كمان لك زمرد؟ بس هذا ظلم يا مختار ظلم. انت هيك بتكون عم تظلمني؟ ها لك افهم يا بني ادم. ابو سعد بده يورطك. شو يعني بده يورطني؟ لك بني ادم بده يمسكك على وحده لحتى تصير مثل الخاتم باصبعه. وشو بيقول لك تنفذ له؟ بس سيدي انا متاكد انك اخذ من كل واحد 10 ليرات ذهب. اخذ 10 ليرات لحتى تطلعوا من عندي بالحبس. يعني لك السهام؟ ما انا بقول هيك سيدي انا. لك بني ادم هداك عم تسدوا اللي هو كسر وضلالي، وانا اللي وقف معك اول ما اجيت على الحارة عم كسبني. شلون يعني؟ راح اهرب لك اياها. تفضل. وقت اللي جيت على الحاره قديش كان معك؟ كان معي ولا شيء. هلا كم ذهبي؟ سيدي هلا معي شو معي؟ 20 ذهبي. منين جبته كله؟ منه. معناها انا اللي وقفت معك. يا بني ادم افهم، الشغل اللي اشتغلته انا وياك من شهر ربي على الحاره والقلب لعاد تشكلوا محلاتكم مره ثانيه، هيك معناتها فهمت؟ سيدي انا من الاخير انا متاكد انه اعطيك كل هذا. شد بوزك ولا حيوان ولا حرام. اوعك انتبه لاحظ اذا كررت هذا الكلام قص لسانك. انا حاضر سيدي. وهذا شو؟ قص ولا حرف ولا كلمه. راح احكي لك القصه من اولها لتاليها لحتى تعرف مين الصادق ومين الكذاب، انا ولا هالطلال يا ابو سعدو. اسمع لك انت بتعرفي يا ابو. السلام عليكم. السلام الله. لك انت بتعرفي يا ابو بعيني لو بيطلع بايدي لكن ما خليت ابوك ينحبس ولا ساعه واحده. حاجتك حموش حاجتك. ها لسه كل رجال الحاره انحبس ولا انت قاعد؟ لك مزبوط شنو انا بريء ما طلع علي شيء. ها
ما عليك شي ولا حابب تضلك تستدي مري بالحارة وخلي لك الجو مع حياتك؟ إن إجيتي للدغري مظبوط، شنو أنا بدي إياك تضلي معي طول العمر طول العمر يا عدولتي. لك تقبر قلبي أنت والحياتة معك. إمتى لك حموش إمتى؟ اسكتي اسكتي مدري مين إجا لعندكم. اتفضل اتفضل. أهلا وسهلا، شرفتونا والله. تسلمي مشاكر، أهلين بالمهلي والله. شلونك عدولي؟ منيحة الحمد لله. يا على عيونك شو حليانة، صايرة عروس ما شاء الله. يا أهلين وسهلين، أهلين وسهلين والله. ليه؟ من نسي؟ لك انت مكتبن لهدول تعهد ومبصمن عليه انهم ما بيقربوا على شغل الحكم داريه والسرايا، ما هيك؟ اي والله مظبوط سيدي. معناها قادر تعيشن انت ما بدها وتخليه يتخب الحبس وما يطلعوا الا ببراءك. ماشي يا سعدو ماشي، لك انا عم ترددني من الحكم داريه. شفت شلون؟ شفت شلون اني حاميك وراح احميك من الناس كلها، ما حدا يصير يقرب عليك. شو دبرنا عم صرف سيدي؟ بدنا نصدر فرمانات نقص نقص، وأول واحد فيهم عبد سعد الطلالي. فهمان يا فكري؟ طبعا سيدي. طيب نحن حبينا بنتك عدولة على محبة بيت أبونا صاحب بنتك عزمية يا مشاكر. تحبك العافية يا سلوى خانو. ولهيك إجينا مع ست زمرد نطلب إيد بنتك عدولة لأخي ناجي. بتكون عدولة؟ شو مالك موافقة مشاكر؟ أكيد موافقة. يعني قصدي أنا يعني فاجأتوني. لا يا عم شاكر، شو مالنا قد المقام؟ لا أيو أنتو كل المقام، ست زهرة وست سلوى أهلا وسهلا. ولو شي طولوا بالكن علي. يعني شبكي زهرة؟ طولي بالك على المخلوقة. يعني ست أم شاكر بدها تأخذ رأي جوزها أبو شاكر، هذا الأصول لك. كملي كلامك سلوى كملي. وبالنسبة للسكنة رح يكون ببيت لحالة، يعني ما معنا حماية ولا كنة ولا سلفة. ايه والمهر اللي بدكم اياه نحن مستعدين ندفعه من ليرة ذهب للخمسين. يا سلام، هذا ما عدا ملبوس البدن والصيغة والذهب اللي رح تحطه بإيديها. وبظرف شهر لازم تكون عند أخي ناجي، وإذا بتعطونا اياها هلأ ما منقول لا. تقبروا قلبي يا حق، والله قلبي انشرح لجيتكم. ونحن كمان مشاكر، ونحن كمان. فوتي يا عمو فوتي، ضيفي القهوة لبيت حماكي. لمين يا عمو؟ بيت حماكي. أهلين بعدولة الحلوة، أهلين بالعروس. شايفة أختي شو حلوة لك تقبر قلبي إن شاء الله. مو بس حلوة لك، بتجنن تقبر قلبي. أقولوا ما شاء الله. ما شاء الله يسلمها ويجعلها من نصيب ابننا. تقبر قلبي شو خجولة بنتك. ايه خجولة كتير. خليك معي، هدولي مية ذهبي مية ذهبي. لك صحيح اني حرم يعني، بس بيسوى ابو نصوح وكل عيلته. لك تساير بس بتستاهل القصة. لك فكري، هدولي بيشتروا لك بيت وبيجوزوك وبيزيد منهم كتير كمان. شو له؟ هلا ما عاد إلك حجة منوب منوب، وما عاد فيك تقليلي ماني موافقة. بس يا عمو أنا ما بقول. هالعريس أنا عجبني كتير، وما بقى يجيكي أحسن منه. بس أنا ما بدي أتجوز. لك لا تجنيني عدولة، مو على كيفك. ها مو على كيفك منوب يا عمو. بس والله لازم. لك عدولة أنت صرتي كبيرة، وكتر رفض العرسان بيقطع النصيب. لك يا ربي أنا كيف بدي فهمك؟ لك أنت اللي فهمي، العريس اللي إجاكي ألف وحدة بتتمناه مو وحدة. يا عدولة أما شو عريس جاييكي؟ عمره 20 سنة، عنده بيت ملك، عنده دكة
دكانة، يعني ما بحاجة لحدا، معه مصاري كتير ورح يعيشك عيشة أحسن من العيشة اللي عايشتيها عنا بألف طاء وطاء. خلصتي يامو؟ ايه يامو خلصت. يو هالبنت شو بتضل مستحية، بس شكله هذا نصيبة نصيبة. وهيك بتروحي من وراي يا زمرد؟ ما بتاخديني معك؟ هذا هو الاصول عزمية. نحن رحنا لعند اهلك على البيت زيارة بس تقبريني، يعني احنا نحب نشوفه على المخلوقة مو اكتر. ولو كان تقبريني ولو كان، انتو رايحين تخطبوا اختي وانا ما بعرف؟ لك يا عيب الشم عليكم، هيك بتعملوا مثل الحرمية يا حرمية. شو عم تحكي اللي عم تحكي؟ نحن مثل الحرمية؟ اي حبيبتي لك شو سمك عملتوا مو حرمية؟ شو يا بعد اللي رح نسرق معكم الذهب ولا الالماس؟ خلص مو وقت هذا الحكي. لا وقته، وقلي لها مره ثانيه بتحسن ملافظها، شنو نحن رح نصير بيت حماها لاختها عدوله يا زمرد. قومي قومي. لوين رايحين؟ على البيت يا بعدي. لا والله ما بتروحوا لتتغدوا عندي. تامري زمرد. اي تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. يا ميت اهلين وسهلين، شرفتوا وانستوا. سلام. شو جاب عليكم تتغدوا؟ اللي بدك اياه. ايه على عيني وعلى راسي. ان شاء الله الف صحه صبوحه. على قلبك. اما شو محضر لك مفاجاه يا صبحيه؟ على كيف كيفك، كل ما العين تكرم ما الجعيون. شو هي عمي؟ لا عمي ما راح اقول لك عليها لانه ما بتعود مفاجاه. حلوه عمي؟ لك انا حلوه، العيشه وسنانك من كثر العسل اللي عم يشرشل منها. ربي يخلي لي اياك يا عمي. انبسطي صبوحه، هاي ابي بده يفرحنا. الله يخلي لي اياك. ويخلي لي اياكي كمان. الحمد لله الحمد لله اللي رجعتي لبيتنا ونورتي. الله لا يحرمني منك يا مرت عمي. يسلموا يا ابني امين. الله يخلي لي اياكم. لك الله يخلي لي اياكم. تعوني في جلاية. في جلاية ولا انا نايم؟ تفضلي يعيشوا هالايدين. شو؟ لك شو عم تحكي؟ لك عبدولة زمرد خانم بدها تخطبك لابن خالة ناجي؟ ايه والله يا حموش، ايه والله. لك يا باطي، لك يا باطي، لك يا باطي. وهي الثانية مين بعتها؟ حموش يعني مين بده يبعتها؟ أكيد أبو نصوح. أبو نصوح؟ ايه أكيد أبو نصوح، جوزها يعني. بسيطة يا أبو نصوح الكلب. هالجوازي ما لها الدم ولو على جستي. دخيلك يا حموش، دخيلك ما تخليني اتجوز. مو عيبك عدولي، خليك تروحي لغيري. لك مو عيب. فوتي. شو عم تعملي عند الباب كنتي عدولي؟ ناطرة ابي. مشان شو؟ مشان ما يوافق على هاي الجوازي، لانه ما بدي يعني ما بدي. حبيبتي ابوكي موافق على عريسة عدولة، بقى اطمني ما رح يرفضه. فهمتي؟ شكلها هالبنت بدها تعذبني. لهون المصب مسروح. شو هذا اللي لهون؟ كفاها الله. حاجة. شو هذا اللي حاجة؟ ليش بعدت الحريم يخطبوا عدولة؟ أنا بعدت حريم يخطبوا عدولة؟ لك لك يا مين اللي بعدهم؟ لحظة لحظة، خليني أشوف مين هدول اللي راحوا. عاوز أتحرك. شو بدك؟ شوف أم صبوح، كلمة ورد غطاها والتانية بلا. خد روحي، لك خد أمري، بس عدولة لا تغلب عليها. إيه رو 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 وهدي. أنا مشان شو بدي أخطب عدولة؟ آه ابني نصوح ومجوزه أختها. شبك يا بني آدم؟ لك الخطبة مولا ابنك يا ابن نصوح. لكن مين؟ لا قرايبين حرمتك الجديدة. قرايبين حرمتك الجديدة؟ شبك؟ لا بعدتها ولا عندي خبر. لك لا جنني، لا جنني يا ابن نصوح. طلعت حرمتك الجديدة مع بنات خالة ليخطبوا عدولة. حميش، لا قلت لها ولا عندي علم. ايوه يعني حرمتك طلعت من بيتك بدون إذنها. ايه لا روي، بعتت لي خبر، هات لي عنده يمكن زيارة أو مشقة، بس لوين ما بعرف ما عرفت. وهلأ عرفت. ايه عرفت. وشو رح تساوي هلأ؟ أنت شو بدك يعني ساوي بساوي؟ أبو نصوح
هي الجوازة ما بتتم. صار ماشي مثل ما بدك حميش، بس بدي منك شغلة صغيرة واحدة بس. شو؟ اسمع، من هلأ ورايح بتيجي لعندي بتقول لي سيدي أبو نصوح الشغلة الفلانية يساويها ولا ما يساويها، ويا بقول لك إيه يا بقول لك لا. شوف هناد، هيك لكان؟ ايه بقى، شو رأيك ابو شاكر؟ ايه خلاص انا موافق، خليهم يجوا ونحكي بالتفاصيل. يعني فكرك نعمل القصة هيك بسرعة؟ لك ايه خير البر عاجله، مو عم تقولي الزلمة قرايبه لابو نصوح من طرف حريمه، شو بدنا احسن من هيك؟ ليش نأجل؟ لا نحن ما رح نأجل، بس بنتك باين انت بدها تعذبنا. بالله شو؟ ليش بقى؟ قال ما بدها تتجوز. لا لا هون بس ما بكفي، روحت علينا عريس لقطة مثل الفكر يا فندي. لك كان سندني يوم اللي عفطوا رجال الحارة كله. أبو شاكير هلا هي قصة راحت وانتهيت. لا يا ستي لا راحت لا انتهيت، وما بدنا نعيدها. بعدين شبه والله عريس بيسوى تقلو ده. روحي عندك روحي تعال. يا سيدي هي اسمها نواقصية. والله كلامك يا عكور على العين والرأس، بس وحياتك هو اللي راضاني. وسلوم بقى راضاك. مسك على شواربه وقال لي هالجوازة مستحيل تتم. لك يا عمي هذا نصوح كذاب كذاب. شو قصدك حكيت؟ قصدي يا صاحبي كل خوفي يطرق في خاذوق. والله عم تحكي مدوزة. بسيطة. شاكر لوين؟ ايش بعرفني؟ امسي يلا. السلام عليكم يا مو. تعال يا مو تعال. شو هذا اللي خبيته ورا ظهرك؟ ولا شيء يا مو ولا شيء. تعال هون ورجيني احسن ما املك. ها لا شو تومي يا مو، انا براسي بشي. شو هذا يا مو؟ فستق وجوز وصنوبر ولوز. عزومتي قال بدها تتوحم. مرتك حبلت يا مو؟ بدها تحبل، بس هلا جعبالها تتوحم مشان ما تطلع براس الولد يا مو. يعني لسه ما حبلت. وعدتني انه تحبل يا مو. وعدتك. لك يا مو هاي عزومتي كلمتها ما بصير تنتين، وقالت لي رح احبل. ايه روح الله يوفقك انت وياها. يلا يخلينا اياكي رضا يا مو. الله بدك شي ضرتنا؟ لك حما عزومتي. ضرتي والله شهيتوني احبال. اها ايه بلالك يا هضرتي بلاها. وليش بقى؟ لأنه يا ضرتي ما في أصعب من الحبل والولادة، صعب كتير. لا تخوفيني ضرتي. ايه ما عم خوفي، جربي وحبلي وبتشوفي بعيني، زنبك على جنبك. بتعرفي لحخلي ابن أمي أبو نصوح يوصلنا على شوية جوز وبندق ولوز، يعني وهيك حباشات. ها؟ بلكي اشتهيت. اشتهيك العافية إن شاء الله. شو قلتي يا عمين؟ لك إن شاء الله يا عمي فهمي أنا ما لا ما بدي افهم ولا فاهم، بدك تتزوجي غصب عني، شو قلتي؟ يا عمي مشان الله بوس ايدك وفهمني، انا ما بدي انا ما بدي. لك لا بدي لا تبوسي ايدي ولا تبوسي رجلي، ام شاكر فهمي احسن ما بلبس عيونك تنتين. ها لا تتربي مع غرزي. مشان الله فهميني، مشان الله. لك حبيبتي انت فهميني، لك والله انا ابوكي جوزته ما شفته ولا مره الا ليله العرس. لك يا الله انا وين وانت وين؟ لك ايش شوفي هلا نحن لك ايه عايشين مبسوطين ومرتاحين. لك عدولي عدولي. امان 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 امان. بطنتك فيها شيء؟ لا منيحه. يعني ماشي. ايه لك ليش هيك صوتك؟ شو صوتي؟ ما هو شيء حلو، حاجه تغني داخلي منك من غير شيء انا مقروق، وفي موضوع هيك شغل لي مخي شقه نصين. خير سيدي اللي شو في؟ هلا قلي ساعتني لعيونك. هلا اذا اجا واحد وطق لك مين ذهبي وقال لك علقوا لاخوك بتعلقوا؟ ليش شو حامل اخي؟ لك مو اخوك عم بسالك سؤال، هذا مثلا مثلا ايه يعني اذا قال لك هي مين ذهبي بتعلقوا؟ مين ذهبي؟ ايه ايه بعلو واطي مو بايدك.
ليش بقى سيدنا؟ لك هذا أخوك بتعلقه. شو بدي بأخي أنا؟ المية ذهب أحسن مليون مرة. لك هو مو أخي يعني صاير، يعني أنا بحبه كتير كتير مثل أخي. يعلقه. خلي الجماعة يروحوا على ميت أبو شاكر، إش كان ما وافى أنا بدي خلي وافى غصبا عنه، هو عم يضحك ويلعب. يعني ليش هذا ثابته بن عمي؟ انا ما كان بدي اياها ثابته، بس هلا صار بدي اياها ثابته وثابته وثابته. شنو في موال براسي وبدي غني؟ شو في براسك ابن عمي؟ بعدين زمرتي، بعدين تركيني مخمخ على كيفي، بعدين بخبرك. مثل ما بدها. وين ضربتك؟ نامت. نامت؟ امشي امشي لاحكي لك حكايه الشاطر حسن، امشي. انه معقول هذا الحكي يا جماعه؟ لك من نام ومن في ما من لاقي غير حقره الخبز صار مجيديه ونص، لك منين بيعيشوا الطفرانين؟ والله شغله ما بتتصدق بنوب، ما بتتصدق لك اخي. اي والله الله عين الطفرانين اللي مثلي. لك اخي مو بس الطفرانين، الله عيننا نحن كمان على غلاء الاسعار. مار ليش؟ شو اللي غلي كمان ابو مرعي؟ شو اللي غلي؟ البرغل كان بنص مجيدي صار بمجيدي بنص، والعدس والكورسنة كله ارتفع سعره يا جماعة. الله يعيننا على البلا، الله يعيننا على البلا. طيب قل لي يا أبو عطا، مين اللي رفع الأسعار؟ مين له مصلحة يجوع الناس؟ مين المسؤول يعني؟ واحد استغلالي مالك أرزاق العباد. ها واحد؟ يعني الحكومة مو مسؤولة؟ الحكومة مسؤولة، هي المسؤولة أول على آخر. ايه وشو نضل ساكين يعني احنا؟ لا بروك على طاقك وخليك ساكت أبو شاكر، بروك على طاقك وخليك ساكت. ايه لا سيدي، ما رح نرضى ولا رح نسكت ولا رح نوافق عليك أسعار. ما هيك عم على الشغلين، لك هدول بيورطونا بشغلة ما أنا فيها. يا لطيف. والله أجلينا ما أنا متحمل الفلقة ولا ما عاد أتحمل عذاب وضرب الله وكيلكم. أخي أنا ما دخلني، سووا اللي بدكم إياه، سووا اللي بدكم إياه. وين رايح أبو عطا؟ وين رايح؟ لك وين رايح؟ هذا أبو عطا. شو أبو شاكر؟ شو بدنا نساوي هلا؟ شوفوا يا رجال، إذا نحن ضلينا ساكتين الأسعار رح تطلع كل يوم أكثر من اليوم الثاني، لازم نتصرف. أنا ما رح أسكت إلا يرجعوا سعر الخبز مثل ما كان، وسيدي خليهم ياخذوني لعندهم ويلزقوني التهمة اللي بدهم إياها. لك الله حيو، لك خلينا نروح لعند أبو نصوح ونشوف شو الحكاية. لا أبو شاكر، خلينا نروح لعند أبو سعدو بيكون أحسن. لك أبو سعدو رح يجيب لكم الفلقة لرجليكم مثل هذيك الخطرة. ها شو يعني؟ يعني خلونا نروح لعند أبو نصوح، هو بيعرف كيف يحلها. يلا. يعني لو ما كان أبي إيده طايلة ما كنت طلعتوا من الكركون. شو يعني عمي؟ يعني ما حدا يرفع راسه بالحارة ويعادي الدولة ويقول إنه مو موافق على الغلا. يعني؟ يعني بسلامة فهمك عمي، إيه كنوا على عشكن وعدوا، لأنه هالمرة الفوتة على الكركون مو مثل أول مرة. إيه قلتيلي والله. والفلقة بتكون أصعب عمي. صبحية خوفتني. خير؟ ولك أنتي ساعدو. دي ما تحكي مع أبوكي مشان يحكي مع هدول الناس اللي هو بيعرفهم ينزلوا الأسعار؟ ايه بقله. اسمعي يا أبو شاكر، باعتبارك انت مندوب هدول اللي واقفين برا وهن موكلينك تحكي باسمهم، انا بوعدك اني احكي مع معارفي اللي فوق ونرجع الامور مثل ما كانت واحسن. مثل ما كانت؟ مثل ما كانت بالضبط. ها مثل ما كانت يا أبو شاكر. يعني رطل الخبز بده يرجع نص مجيدي؟ بيرجع نص مجيدي، والله يقدرني ورجع ربع مجيدي كمان. ايه منيح. قوم لك، قوم لعند اللي برا وافتح انت ويا الدكاكين ويا دار ما دخلك شر. لا يا سيدو، الدكاكين ما راح تفتح، شنو اذا فتحنا معناتها نحن عم نأيد الغلاء. هذا اخر كلام يا بشاكي؟ اي نعم هذا اخر كلام، ومو بس لحالي. ماكم خايفين يصير معكم ما صار معكم المرة الماضية؟ لا سيدو ما لنا خايفين، شنو نحن ما لنا قايمين ضد الحكومة. لك شو حكومة؟ حكومة شو عم تخبص انت؟ شو دخل الحكومة هو؟ شو عرفني سيدي؟ شو عرفني؟ ومين رفع الأسعار كمان الحكومة؟ يمكن يمكن هي يمكن غيرها، شو عرفني أنا؟ والله ما بعرف، بس واضح من كلامك انك انت ضد الحكومة. لك عم أقول لك نحن مو ضد الحكومة، ضد اللي رفع الأسعار. خلاص أنا صدقتك انك مالك ضد الحكومة، لا أنت ولا هدول، لذلك اطلع لعنده لفهمهم يفتحوا الدكاكين وخلصنا، فضوا بقى. أبو نصوح قلت لك الدكاكين ما راح تفتح، شنو إذا فتحنا دكاكيننا معناتها نحن موافقين على الغلاء، وهذا آخر كلام عندي، السلام عليكم. لك يخرب بيته، شو خص الحكومة بالموضوع؟ هاي شغلة رتبتها أنا وفكري؟ العمى لك هدول رح يجيبوا أجلنا إيش كان دري حدا من اللي فوق؟ وليش؟ لك سيدي خليهم يفكروا مثل ما بدهم
وراح زيد عليهم شوي لنشوف لوين راح يصلوا. إيش كان حسيت إنه الموضوع راح يكبر برجع كل شيء ما كان. أساسا هاي حركة شيء ليعرفوا مين كبيرهم ومين يلي بمشي لهم أمورهم. أيوة ونحن موافقين وبإذن الله عدولي راح تكون من نصيب ناجي أفندي. يا سلام على الحكي يا أم شاكر، يا سلام. مبروك سلوى. الله يبارك فيك يا زمرد خانم. مبروك زهرة. الله يبارك فيك. أم شاكر نحن هلا لازم نتفق على ملبوس البدن، وشو بدنا نلبس عدولة من ذهب وقت العرس؟ إلا كان هذا الأصول، وقديش بدكم متقدم ومتأخر؟ أنا جاهزة، بس تفضلوا اشربوا قهوتكم. عم نشرب تقبريني. يعني بفهم هذا الكلام اني انا مقصر معكم. يا سيدي انت مقصر معنا. بشو مقصر يا سيدي؟ يعني بلا ما نفتح الدفاتر القتيعه، سنو انت اللي قثيته باخر كم يوم، ايه بيطلعوا قد اللي قثيتهن من يوم اللي صرت مختار. ايوه الكل. اي نعم، ونحن ما طلعنا منك ثي. ما طلع لكم مني ثي؟ معلش خليني اذكركم بالحاجز اللي سويتوه بالحاره. صرتوا تقصوا عملي على الطالع والنازل من الحاره ولا نسيتوا؟ يا سيدي مو انت فككتنا يا دوبنا حطينا بجيبتنا قرشين صغار. قرشين صغار قلت لي؟ اي لكن شو سيدي يا ابن نصوح، مو مثلك الشيت الاخضر واليابس. ايوه يعني معنات كلامكم ما تساعدوني على اهل الحاره. لا شو الحكي، شيت ما راح نساعدك راح نساعدك، بس كله بحقه. وشندي سندي؟ انا سلف ما بدفع. ما بدفع سلف؟ ايه او نحن شغل ما راح نشتغل. ايه ماشي ماشي افندي. عكير باشا لا تنسوا انكم انتو الجوز روحكم بين ايدي. معناها هيك منكون اتفقنا على كل شيء. لكن باذن الله يوم الخميس الجاي منجيب الشيخ ومنكتب الكتاب ان شاء الله. وامتى بتكون العرس سلوى؟ والله مو مطول كتير، شنو بين كتب الكتاب والعرس شهر واحد ان شاء الله، لانه كتير نحن مستعجلين نفرح بناجي يقبر قلبي. ان شاء الله بنفرح فيه وبعد دولة كمان ان شاء الله. قلت لي معلمك لك عن قلعك من الشغل. ايه قلعني وجاب الطيب. ايه اكيد مساوي لك معه في فصل ناقص. والله ماني مساوي شيء معه. خلاص ولا؟ اما عطا زلمه معدل وما بيغلط بحق حدا، مو هيك حمود؟ معلوم لك شو؟ زفتت لون؟ فات لسوف لي شو مساوي معه؟ بركي يعني بحل لك ياها. انا؟ أنا أنت ثولة ثابت. أنا لما أنا يوم كنا بالحبس. لك تخبط أمك من غير اليوم. أنا اعترفت له بكل شيء، بس والله ما كان قصدي يا عمي حمود. شو اعترفت له ولا؟ شغلي زعل منك كثير أبو عطا. شو هي الشغلة؟ قلت له يا إيه. لك يا ريت ثولة لا تخليني رأك بفايدي. يا ريت معي مصاري وجوزني بنتك. تفت الحق معه يزعل منك. شي بس هيك قلت له؟ بس لا ثابت، هلا انت ما بتعرف انه بنته لأبو عطا فريال خانوم خاطبها ساعته ولا ما بتعرف؟ بعرف. ثابت الاصول اصول، ما بيصير تحكي بوحده خاطبها واحد تاني. عمي انا غلطان وما عم تعيد ابنه. ايوه امشي اكير، خلينا نحل له مشكلته مع ابو عطا. امشي ولازم براك خليك هون لا تتزحزح من ارنتك. امشي. الله يخليلي يا كون، الله يديم خلصه راسي.
شايف ارجع يا بلع. لا حدا يجيب سيارة ثابت قدام البلوغ. ها شنو ماله رجع لعندي على قهوة؟ يا بس يا عمي ابعطى انت سيد العارفين ثابت ماله عامل شيء. لا عامل شيء ولي شرف كمان. سيه شلون يعني قليل ثرف ابو عطاء؟ قصدي يعني قليل ترباي. اللي هيك سنه فكرت وعمل له في ضرب نقاصة مع عيالك. كنت بقيم راسه من بين فتافه. أبطاي. ايه عمي ابو عطاء؟ نحن جايين نحل المشكلة. ثابت رح يستسمع حق ونرجعه على شغله. ويبوس ايدك. ثابت ما رح يرجع على قهوة. شو انتو اتنين ما بتفهموا؟ ابو عطاء. شو هو؟ ثابت بده يرجع على شغله. شو تهديد القصة؟ ايه سيدي تهديد. شي حلو والله. وشو رح تسوي معي يعني؟ اخي اعلى ما بخيلكم اركبوه. تصطفل وذنبك على جنبك. هذا اخر كلام عندك ابو عطاء؟ ايه اخر كلام عندي. ايه بسيطة. بسيطة. امشي عكير. لوين؟ ايش عرفني؟ امسي. ابكثتي فايولا. لا تجيب شي طير، لا تجيب شي. يا بنتي يا حبيبتي، الجواز سترة للبنت، يعني ما بيصير هيك. شوفي قديش اجى نصيبك ورفضتي، بكره الناس بتحكي علينا. يا مو معك حق، بس انا ما بدي اتجوز. ليش يا بنتي ما بدك تتجوزي؟ قولي لي ليش؟ هيك. شلون هيك؟ فهميني. يا مو شو بدي فهمك؟ هيك. لا في شي مو مزبوط بقى. ايه ها وانتي قلتيها، في شي مو مزبوط. انا ما بدي اتجوز. لك ان استغان ولا صام عمره ما يستغيل. انت شو بدك بهالسيري؟ عكير ثابت لازم يرجع على شغله وخلاص. لك بس فهمني، بس فهمني ليش حامل قصته على راسك؟ اخي هيك نكاية بأبعطة، ثابت لازم يرجع على شغله. لا اذا هيك القصة بتخصك انا سيف بظهرك حمو. الله محييك، امشي يلا.